حياكم الله أحبتي المشاهدين بتغطية خاصة حول التظاهرة التي أقيمت في جامع وحسينية أهل البيت القائمة في شارع فلسطين. هذه التظاهرة هي رافضة للشذوذ والمسخ الجندر. هذه التظاهرة هدفها هي توعية المجتمع نحو مخاطر هذه المصطلحات وإشاعة هذه الثقافة. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها بحلقتنا اليوم بتغطيتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا. السادة الحضور، المشايخ الأجلاء، أصحاب السماحة والفضيلة، أولاً الشهداء السعداء الذين ترفرف أرواحهم الشريفة في هذا المكان المقدس، جميع الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقيم المجلس التنظيمي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء ندوة علمية لمناهضة الشذوذ الجنسي والمسخ الجندر. خير ما يبتدأ به هذه الندوة تلاوة آية من الذكر الحكيم، بذكره تهجع النفوس وتنتصر الأرواح على شيطانها. نعم، إنه ذكر الله وتلاوة آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القارئ زين العابدين الليتشي، نستمع لما يتلو من آيات الله البينات مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. So no.
أحسنتم وبركتم وطيبت أنفاسكم ما قرأ القرآن شامب المؤمن إلا واختلط القرآن بلحمه ودمه، هكذا ورد في الحديث الشريف. قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء، فهنيئا لمن قرأ وهنيئا لمن استمع. إلى الذين ألبسوا المسلمين ثوب الكرامة والإباء وأذاقوا أعداءهم كأس المنية كل صباح ومساء، ولاقوا الرفيق الأعلى شهداء كرماء. إلى الذين رسموا بدمائهم الزكية معالم البطولة، وترجموا بتضحياتهم معالم الرجولة. رجال فيهم التأريخ ضاق، وزادوا النار جمرا واحتراق. إذا ما هب موج الحرب فيهم، تراهم كلهم صاروا عراق. إلى أرواح الشهداء السعداء الذين سالت دماؤهم على أرض عراقنا الحبيب، مشكلة رافدا ثالثا إلى جوار دجلة والفرات، نقف لنقرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم وبوركت هذه الوقفة. أحبتي الحضور، الآن الكلمة الترحيبية لرئيس المجلس التنظيمي في حركة النجباء سماحة الشيخ ناظم السعيدي، استقبله أنتم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ندرك تماما صعوبة ما يقوم به بعض النواب الذين استعدوا لرفض الشذوذ المنحرف، ونعرف التحديات الكبيرة التي يواجهونها، لأن المصالح الخاصة لكثير من الخصوم ذوي القيم المالية تحثهم على محاربة كل ما يهدف لطرح حلول واقعية ونشر الوقاية من مسخ الفطرة الإنسانية. وكذلك نثمن جميع الجهود التي تبذل من المراجع والعلماء والخطباء والمثقفين والمفكرين والمواكب الحسينية، وكذلك جميع الأوقاف السنية والشيعية والمسيحية، وجميع المؤسسات التي دعمت هذا الموقف البطولي للشعب العراقي لمواجهة الشذوذ والانحراف، للحفاظ على هوية بلدنا والقيم العليا لمجتمعنا. فإن طبيعة الخطر تستدعي وقوف الجميع، لأن الجميع في مركب واحد، والمستهدف هو طبيعة أبنائنا وأسرنا ومجتمعنا. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الوقت نفسه تتعرض القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي إلى البيع من والخضوع من قبل الصهيونية والرأسمالية، ولكن وقف العراقيون بمختلف توجهاتهم الفكرية ومرجعياتهم الدينية ومؤسساتهم الفكرية هذا الموقف البطولي، وقالوا كلمتهم بموقف شعبي غير مؤدلج، وقدموا انموذجاً من الاحتجاج الحضاري ضمن السياقات الإخلاقية والعطر الدستورية والقانونية. ونرى هذه الوقفة وهذا الاحتجاج
المشرف لن تعجب بعض، لن تعجب بعض المستفيدين من استغلال المنح الأجنبية التي تقدم إلى المؤسسات المدنية وإلى القنوات الفضائية الآن. هذه المؤسسات المجتمعية المنحرفة التي تدعو بمؤتمراتها وندواتها لدعم هذا الشذوذ المنحرف، وكذلك بعض القنوات التي تستلم المنح المالية، وهذه نجعلها بين قوسين، التي تستلم المنح المالية من بعض المؤسسات العالمية لدعم هذا الانحراف في المجتمع العراقي، بعض القنوات التي يروج أصحابها لدعم هذا الشذوذ. وننصح جميع من يعمل اليوم لأجل القيم الإنسانية ولعل هذا المشترك الجامع المشترك بين أطياف الشعب العراقي أن لا يدخل هذا العمل في دائرة الصراع السياسي، وكذلك لا يدخل في دائرة الصراع الانتخابي الضيق، وأن لا يكون مجال لركوب نشاط الفطرة السليمة في المجتمع. والآن أصبحت المسؤولية كبرى والحاجة ملحة لإبراز الوجه الحقيقي للمجتمع العراقي المسلم، وهذا يقع على عاتق القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى القنوات والكوادر التي تعمل بهذه القنوات الفضائية المسلمة أن لا تستجيب لفكرة الإلهاء التي يطرحها العدو الآن، ولا تستجيب لفكرة الضغط، ولا نصبح أسارى من حيث لا نعلم أو من حيث لا نعلم لفكرة الإلهاء وخلط الأوراق التي يقدمها العدو في مجتمعنا الآن. وعلينا في هذه المعركة الثقافية الشرسة أن نسعى بنفس طويل وصبر مستدام وأن لا نتراجع، وسنسعى لتحقيق الهدف الأمثل من دون الدخول في مساحات الإلهاء وخلط الأوراق من قبل العدو، كي لا يصلوا للاعتراف أو كي يصلوا بالاعتراف لإفلاسهم على أرض الحسين وأرض العلماء وأرض المفكرين والمرجعيات. الرسالة الأخيرة التي نريد أن نقدمها الآن في هذا الاحتجاج وفي هذه الوقفة وفي هذه الندوة، نطالب الحكومة العراقية وكذلك مجلس النواب أن تجرم مثل هذه المفاهيم المنحرفة بأسرع وقت ممكن، وعليهم أن يعرفوا أن خلفهم بهذه القرارات كل الشعب العراقي في مؤسساتهم ومرجعياتهم وكذلك العلماء والخطباء والمواكب. هذه الوقفة وهذا الصوت التي صدع في جميع محافظات الشعب العراقي لرفض هذا الانحراف ومثل هذا الانحراف الذي الآن يطرحه العدو يوما بعد يوم. وكذلك نحذر بعض الوزارات التي تتغافل صوت الشعب وصوت المرجعيات وصوت الخطباء وتقيم دورات وورش لدعم النوع المنحرف، لدعم النوع المنحرف. ونقول لهم إذا كان الشعب اليوم يخاطبكم خلف الستار أو خلف الأسوار، سيكون للشعب وللمؤسسات الفكرية والمرجعيات الدينية لهم صولة لخروجكم من هذه المؤسسات ومن هذه الوزارات وتطهير الوزارات من هذه الشخصيات التي تدعو علما للانحراف والشذوذ الفكري. وكذلك على القضاء العراقي أن يكون لهم موقف حازم لهكذا مفاهيم منحرفة تخالف الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي، وتكون دخيلة هذه الأفكار المنحرفة على المجتمع العراقي التي تخالف الدستور الذي صوت عليه. هذا ولله الحمد من قبل ومن بعد، وحفظ الله شعبنا وأمتنا الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ.
سعادتي لهذه الكلمة المبينة والموضحة. الآن الكلمة لسماحة الشيخ حيدر الشمري رئيس مركز تاج الحضارة ليحدثنا عن مفهوم الجندر. استقبلوه أنتم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أصحاب السماحة والفضيلة السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لم أعتد في يوم من الأيام أن أكتب كلمة، ولكن اختصارا للوقت وتحديدنا بوقت وعدم الإكثار للكلام اضطريت أن أكتب هذه الوعظة. ابتداء الناس يسألون عن ما هو النوع الاجتماعي أو الجندر، وكثر الكلام لكن ردود الأفعال كانت أكثر من أصل الموضوع، والناس بدأت تتساءل عن المصطلحات وتتساءل لأنها لا تعرف جوهر الموضوع. أقول بكلمتي هو أحد المصطلحات التي طرحت في القرن العشرين وشاع استعماله في الآونة الأخيرة بعد أن عملت الدول الغربية على فرضه موظفة كل أدوات العولمة والهيمنة حتى اعتمد من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية الأخرى. هذه الأطروحة التي تعدت كونها مصطلحاً يتداول هنا وهناك إلى مشروع تسعى الدول الغربية من خلاله إلى هدم كيان الأسرة بآليات ووسائل ناعمة تتلبس بعنوانات جاذبة ظاهرة ومدمرة في حقيقتها وواقعها، رافعة شعار حماية النوع الاجتماعي الجندر، ذلك المفهوم الذي يعمل على مسخ الهوية الإنسانية بدعاوى مختلفة ومنها حقوق المرأة. فالجندرية جاءت لتسوق المجتمعات البشرية إلى نوع جديد يغير المفاهيم والمصطلحات على مستوى الأسرة والمجتمع فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة في كل المجتمعات البشرية، وتغيير الثابت والمستقر عند الشعوب منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. ولرفع الغموض عن هذا المصطلح نسلط الأضواء على أهم تعريفات الجندر. فقد عرفت الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية بأنها شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى قد ينشأ متطابقاً مع الخصائص العضوية، لكن هناك حالات لا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وشعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة. يعني أن الله كتب على هذا الإنسان أن يكون بيولوجياً ذكراً ولكنه يقرر أن يكون أنثى، وكتب الله على هذا الإنسان أن يكون أنثى ولكنه يقرر أن يكون ذكراً في يوم من الأيام، أي أنه ذكر عضوياً ولكنه يتصرف كأنثى سلوكياً وكذلك العكس. وإن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية، وهذا ما أكدته رائدة النسوية سيمون دي بوفوار بقولها إن الأمومة خرافة، إن الأمومة خرافة ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة، ولهذا فإن الأمومة هي وظيفة اجتماعية ممكن يؤديها باكر عقب الرجل بدل الأمة ومشكلة فيها. ووفقاً للتقارير المنطلقة من هذا المبدأ فإن الأسرة يمكن تصنيفها إلى 12 شكلاً ونمطاً، ومنها أسر الجنس الواحد أي أسر الشواذ. الأسرة اليوم ما عادت أسرة
رجل يتزوج امرأة فتصبح أسرة، ممكن أكو 12 نوع من الأسرة. ومن ثم وهناك أربعة أصناف من التصنيف الجنسي، هو الذكر والأنثى والمزدوج الخنثى، والصنف الرابع الذي يسمى بالهجرس، أي الذكر الذي يسلك سلوك الأنثى والعكس. وعدت منظمة الصحة العالمية هذا التصنيف هو الأساس للجندر، والذي يبنى على أساس التقليد الثقافي والسيكولوجي المعمول في المجتمع، وليس فقط التركيبة البيولوجية. وقد سارعت بعض الحكومات ومنها الإدارة الأمريكية المتمثلة بالحزب الديمقراطي بقيادة جو بايدن إلى محاولة فرض إدخال ثقافة المثلية الجنسية وقانون تحديد الجندر إلى مدارس الأطفال الابتدائية. طبعاً بالمناسبة ليس كل الأمريكان متفقون على إشاعة مفهوم الجندر وعلى إشاعة ثقافة المثلية. الحزب الجمهوري من أكثر المعارضين لهذه الثقافة، ولعله حسب بعض التقارير التي نشرت عالمياً والأخبارية بأنه حينما أراد بعض الأساتذة المدارس أو إحدى أساتذة المدارس حينما حاولت أن تعلم وتثقف على هذه الثقافة، صارت هناك ردة فعل من آباء ومسؤولين وأولياء أمور التلامذة، حتى أنها اضطرت للهرب من المدرسة. ما معنى أنه لم يكن هناك اتفاق واحد على هذا؟ وفي الوقت ذاته كان لبعض الحكومات والأحزاب السياسية وجهة نظر مختلفة تماماً، إذ عدته تدميراً للقيم المجتمعية، وأعلن الحزب الجمهوري رفضه لمبادئ منظمة الصحة العالمية وعدها خطوة لإنهاء الأديان من المجتمعات، فهي مخالفة لقوانين الرب وللتركيبة البشرية المتوارثة. ولكن وهي الفاصلة هنا، ومن الغريب أن في الولايات المتحدة هناك من يرفض إشاعة مثل هذه المفاهيم، ولكنه سرى في مجتمعاتنا، حتى أن الحكومة العراقية سلمت بهذا المفهوم وبدأت بأنشطة تتوافق مع هذا المنهج التخريبي، وأقامت العديد من الندوات دعت فيها إلى دعم الجندر، ومن ثم أصدرت قراراً بإنشاء وحدة تمكين المرأة للعمل على تسويق هذا المفهوم. ولم يكتفوا بذلك، بل أنشأوا وحدة الجندر في بعض الوزارات، وأصدروا قراراً بالتسالم على هذا المصطلح وإشاعته. وأخيراً أقول ما جاءت به ممثلة الأمم المتحدة أو ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاس خارت، يعد تدخلاً في السيادة العراقية. العراق حينما دخل إلى الأمم المتحدة لم يدخل مكرهاً، وإنما دخل عضواً في هذه المؤسسة العالمية. والأعراف والتقاليد العالمية تقتضي أن تكون هناك أعراف دبلوماسية في التعامل لكل ممثل لأي مؤسسة عالمية، ولكل ممثل لأي منظمة عالمية، ولكل ممثل لأي سفارة عالمية. هناك أعراف وتقاليد ينبغي الالتزام بها. ما قامت به بلاس خارت من تهديد الحكومة أو من محاولة الضغط على الحكومة بإشاعة هذه المصطلحات أو رفض عدم إشاعتها، هذا يعد تدخلاً وانتهاكاً للسيادة العراقية. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدنا أكثر من مرة على أنه هذه القضية ينبغي أن لا تتوقف عند الحكومة فقط، وإنما يجب أن تكون هناك ردود فعل عامة شعبية من مؤسسات المجتمع المدني، مرجعيات الدينية، يجب أن المنابر الثقافية يجب أن تكون لها موقف واضح وصريح من هكذا مشاريع غايتها استهداف المنظومة القيمية الدينية والاجتماعية في العراق، وضرب هذه المنظومة القيمية وضرب المرتكز الأساس في هذه المنظومة ألا وهو الأسرة، ومحاولة إضعاف الأسرة أو إنهائها. أعتقد أن هذا في مشكلة للمجتمع، يجب أن يقف الكل ويندد في مثل هكذا إشاعة مثل هكذا مصطلحات وهكذا مفاهيم تعمل على تغيير المنظومة العامة في المجتمع العراقي. يعني انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من واجب رب الأسرة، من واجب المسؤول عنها أن يعمل على
يعني المحافظة على عائلته والمحافظة على بيته اللي كما يقول القرآن قوا أنفسكم وأهليكم، المحافظة على بيته، المحافظة على عائلته القريبة والبعيدة، ومحاولة أنهم منع تأثير هكذا مصطلحات أو هكذا وسائل تواصل في على هذه الأسرة وتأثير على سلوكياتهم. ومضت تصنفنا ومضت تفرقنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك فطيرنا لا يخدع، غرس الإخاء كتابنا ونبينا فامتد واشتبكت عليه الأضلع. الكلمة الآن للناطق الرسمي باسم دار الإفتاء العراقية سماحة الشيخ عامر البياتي، استقبلوه مصحوبا أيضا بالصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه الطيبين السادة الأنجاب الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد، السادة الحضور، مع حفظ المسميات والألقاب، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون ممثلاً عن سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور العلامة مهدي بن أحمد الصميدعي رعاه الله لحفلكم هذا وتجمعكم المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالثبات على المبادئ والقيم التي تدعو إلى الفضيلة. إخوتي، حياكم الله وبياكم وأنتم في بيت من بيوت الله تذودون عن دين الله وترفعون راية عظيمة، الراية التي يجب علينا أن نتبعها، راية مباركة وبتفصيل من كتاب الله وبسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة الأكارم، حينما ناقش نبي الله لوط قومه قال: أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ ويذكر أحد الصالحين يقول: والله لولا أن يذكر الله قصة قوم لوط في القرآن ما صدقت أن رجلا ينزو على رجل. تارة بالمثلية وتارة بالشذوذ الجنسي وتارة أخرى يقولون الجندرة، مسميات كثيرة ولكن العملة واحدة. فما علينا إلا الثبات على هذا الدين وعلى هذه القيم وما ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ميراث عظيم. أيها الأحبة الأكارم، لا بد لنا أن نتمسك بالقيم وأن نلوذ بكتاب الله وبسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي نحافظ على القيم. إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهل هنالك ذي لب يغير هذه الفطرة؟ فإننا بفضل من الله جل وعلا نرفض هذه المسميات رفضا قاطعا، ليس من عندنا فقط، وإنما هذا ما عملاه الله تبارك وتعالى علينا، وقال: الذين يمسكون بالكتاب
يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نتمسك بكتاب الله ونأخذه أخذا بقوة الرجال الرجال الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بئسا لسفيرتكم وبئسا لحريتكم وبئسا لما تدعون، فإننا متمسكون بفضل من الله جل وعلا. وها هي دار الإبتاع العراقية قد أصدرت بيانا تلو البيان يرفض هذه التصرفات ويرفض هذه المشاريع، مشاريع تخنيث ومشاريع تغيير لفطرة الله جل وعلا. فما علينا إلا أن نتحد، وقال الباري عز وجل: وإنكم أمة واحدة يدعون إلى الخير. فهذا الخير الذي ندعوه هو الصبر والمصابرة على هذه القيم، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. أحسنتم وبوركتم سماحة الشيخ لهذه الكلمات الطيبات. أنا حقيقة أستميحكم عذراً، لا أستطيع أن أقف على منصة دونما ذكر من لهم حق وفضل علينا، فبإذنكم وبعد إذنكم اسمحوا لي أن أرتل آيات من الشعر على مسامعكم، أستذكر بها في سنة 2014 عندما كتبوا على ورسموا على العراق خارطة من النار، وقالوا أن العراق ميت لا محال، وأن العراق ماض إلى مثواه الأخير. في موقف كتب العراق وصيته متأهبا قبل الذهاب لمدفنه: دارت عليه دوائر ما عرفت، شيشان أفغان مغول فراعنة، سند وهند أم أفارقة، أتت أعراب أغراب برابر خائن في موقف، إما نكون رجاله أو أننا نمضي لقبو الأزمنة. في موقف إما نشق صدورهم أو أنهم سيقطعون رؤوسنا. احذف أيا تاريخ كلك زائف، واروي بطولات الرجال المؤمنة، مذ قيل راحت نينوى في غيهم أو أسقطتها كف غدر خائنة. اكتب: رأيت المرضعات تشمرت أطفالها فوق السواتر مذعنة، ووقفت أنت حاج قاسم وأبو مهدي شهداء، ووقفت أنت إمامهم وأمامهم وناديت من بين السواتر: ها أنا، إما يكن موتي هنا أو ميتتي، فأنا ابن وادي الرافدين، وها هنا أمي وشيبتها وغترة والدي ودعاؤهم عند ارتفاع المأذنة. أيقظت فينا روح كل مقاوم، روح الحسين مع ابتعاد الأزمنة. السلام على الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أحباب الحسين. السلام على الشهداء السعداء الذين ضحوا بدمائهم لأجل الحسين. السلام على مهندس الانتصار. السلام على قاسم ظهور المتكبرين ودول الاستكبار. السلام عليكم. احنا نريد نعرف اليوم ما هي الغاية من نشر ثقافة الجندر في بلد إسلامي مثل العراق، بلد الأنبياء والمقدسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك للإجابة على هذا السؤال، هناك كتاب ينبغي الالتفات إليه وقراءته، لأن هذا الكتاب طبعا يتحدث عن ما يجري في بلدان الشرق الأدنى كما يسموهم. الكتاب للمؤلف أو للجنرال الأمريكي ويليام ليد، يتحدث عن الجيل الرابع للحروب. الكاتب مع مجموعة من الجنرالات صنفوا الحروب منذ بدء يعني نشوء الأول للحروب إلى يوم الناس هذا.
وصنفوها على 4 أجيال. الجيل الأول كان يتحدث عن القوى الحرب التي تعتمد على قوة الرجال، كان يسميه الجيل الأول يسميه قوة الرجال. الجيل الثاني من الحروب بعد جاء بعد اكتشاف البارود وتطوير البارود واستخدام البارود للأغراض العسكرية، اعتماد الحرب على النار سماه قوة النار. الجيل الثالث بعد تطور، طبعا مع تطور البشر، جاء مع الحرب العالمية أواخر العالمية الأولى وبداية العالمية الثانية، سماه جيل قوة المناورة، حيث أن الطائرات، تطور الطائرات وتطور الدبابات، أصبحت هنالك قدرة عالية للمناورة بين صفوف الجيشين والقوتين المتصارعتين إذا جاز أن نعبر. ثم انصرف المؤلف إلى بيان نوع جديد من أنواع الحروب وسماه الجيل الرابع من الحروب. هذا الجيل الرابع من الحروب شرح أنه نحن في الأجيال الثلاثة الأولى كنا نخسر أرواح ونخسر معدات ونخسر أموال، وهناك خسارة كبيرة كي نحقق غاية بسيطة، ولعل هذه الغاية لا تتحقق، وكثيرا ما أمثلة كثيرة حيث تتصارع قوة كبيرة وقوة صغيرة وتنتصر القوة الصغيرة على الكبيرة وتأتي بنتائج عكسية تماما، ما يعرف بعلم السياسة بلعبة الدجاج chicken game. الجيل الرابع من الحروب يحقق بأسلوب هادئ وناعم، يحقق أهداف أكبر ويصل إلى الأغراض التي لأجلها قامت الحروب بشكل هادئ وبشكل سلس وبشكل ممنهج. هذا الجيل الرابع هو حرب فكرية، كيف ممكن أن أحتل الآخر فكريا، كيف ممكن أن أصدر له أفكاري وأقنعه تماما عن طريق استبدال القيم واستزراع القيم. فحكاية كبيرة جدا، كيف أقنعه بأفكاري يتبعني ثم يحقق لي ما أنا أصبو إليه وأريده من حيث يعلم أو لا يعلم بطرق كثيرة جدا. ما يحدث اليوم من نشر لحالات غريبة على المجتمع العراقي أو على المجتمع المسلم أو حتى عمن ذلك على المجتمع الشرقي هي محاولة لاستبدال القيم، وهي جزء كبير من الحرب الناعمة. وكذلك أشير إلى كتاب الكاتب الأمريكي الوزير الأمريكي جوزيف ناي، كتاب مهم جدا كتب في مسألة القوة الناعمة والحرب الناعمة، هم لابد من الالتفات إليه لأهميته. طبعا هذين الكتابين أو هذان الكتابان أدق أصح، لما يقرأ القارئ هذان الكتابان يجد أن كل ما في الكتاب مطبق على أرض الواقع، الجندر والمثلية وما إلى ذلك من هذه المفاهيم الغريبة على المجتمع اللي بدأت تطرح وهناك تأييد إلها وهناك دفع أممي إلها، الأمم المتحدة توافق وتضغط على البلدان. شلون إحنا نقدر نحارب مثل هذه أفكار؟ إحنا مثل ما ذكرنا بلد أنبياء ومجتمع إسلامي، بلد مؤمن، شلون نقدر هسه بهذا الظرف إحنا نحارب هذه الأفكار؟ مثل ما ذكرت هي حرب نفسية وحرب هي ناعمة، وهي تقدر إنه هي تخلق اللي أنت تريده بغرز هذه الأفكار السلبية. طبعا الآخر هي حرب فكرية، والحرب والفكر يقرع بالفكر لا يقرع بالسلاح. حرب السلاح قرعناها بالسلاح وكان لنا قدم السبق والكعب الأعلى فيها، وحققنا ما لم يستطع تحقيقه أي أحد. العالم كله يقف أمام ثلة مؤمنة ممن امتثل لأمر المرجعية الدينية العليا. الآن هي حرب فكرية، الحرب الفكرية، الفكر يقرع بالفكر، يعتمد الآخر على مجموعة مقومات في حربه، مجموعة مرتكزات، يجب ضرب هاي المرتكزات، ويعتمد أيضا اعتمادا كاملا على أمرين، أو اعتمادا كبيرا على أمرين. الأمر الأول هو إعماء العامة، يجب أن العامة تعمى ولا ترى الحقيقة، فترى الحق باطل والباطل حق فتقاد من حيث لا تعلم. هنا يأتي واجب مهم جدا، بل فريضة كما سماها السيد الولي، فريضة حتمية وفورية. هنا يأتي واجب جهاد التبيين. جهاد التبيين هو لإيقاظ بصائر وضمائر الناس. إذا استيقظت البصيرة، إذا استطعنا أن نفتق بصائر الناس، بالتالي لا نقع بما يصبو إليه الآخر. الجانب الآخر هو جانب إيقاظ الإرادة عند الناس. الناس، بعض الناس تعرف الحقيقة، لكن
وتعرف أين الحق، ولكن ليست لديها القدرة على مناصرة الحق، مثل ما صنعوا مع الحسين عليه السلام. كانوا يعرفون أن الحق مع الحسين، يعرفون الحسين وأبو الحسين وأم الحسين، ولكن لم تكن لديهم الإرادة الكافية لنصرة الحسين. كانوا يقولون للحسين قلوبنا معك نعرفك، ولكن ليس لدينا القدرة على مناصرة الحسين. ففي حالة الإعماء العامة ينبغي أن نتصدى لجهاد التبيين، وهذا ما أكد عليه علماؤنا الأعلام. والمسألة الأخرى هي إيقاظ الإرادة عند الناس، وهذه مسألة مهمة جدا. الإرادة لا تستيقظ إلا بالدماء، قدمنا دماء ننتظر الاستيقاظ وننتظر أن نكون على قدر المسؤولية في مسألة جهاد التبيين. وأعتقد أن هذا المؤتمر وأمثاله من المؤتمرات والندوات هي لإيقاظ العامة، لتفتيق بصائر العامة، وهو سلسلة مهمة أو حلقة مهمة من سلسلة جهاد التبيين. فضيلة الشيخ الذي قدم إلينا ليشارك بهذه الندوة المباركة، سماحة الشيخ قيس بدر، هو ضيفا عزيزا علينا، يحدثنا عن هذا المفهوم ويبين وجهة نظر الطائفة الصابئية لهذا الموضوع. استقبلوه ولنرحب به جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد. حياكم الله سماحة الشيخ. بسم الحي العظيم، أصحاب السماحة، مشايخنا الفاضل الموقرين، السادة الحضور بمسمياتكم الكريمة، سلام الحي العظيم عليكم وعلينا جميعا. شكرنا وتقديرنا لهذه الدعوة الكريمة، ونحن في شهر الحرام، وباسمي وباسم أبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، يتقدمنا فضيلة رئيس الطائفة في العراق والعالم الريش أم الشيخ ستار جبار الحلو الموقر بخالص التعازي وعظيم المواساة للأمة الإسلامية عامة، ولجميع المراجع الكرام، ولكم ولأهلنا في العراق خاصة، في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ورفاقه وأهل بيته الكرام. الناس صنفان، أما أخا لك في الدين أو نظيرا لك في الخلق، الإمام علي سلام الله عليه. نحضر اليوم بهويتنا الوطنية، بعراقيتنا، قبل مسمياتنا، يجمعنا الخالق الواحد الله الحي العظيم، تجمعنا الإنسانية، يجمعنا الوطن العراق، تجمعنا العديد من الوشائج الاجتماعية والمجتمعية. قيل أن الظلام لا يمكن أن يطرد الظلام، فقد هو النور من يفعل ذلك، والكراهية لا يمكن أن تطرد الكراهية وشاكلاتها، فقط هو الحب والمحبة من تستطيع. وللأسف الشديد، بين تلفينة الأخرى يظهر لنا من يظهر لنا فردا أو ربما مجموعة هنا وهناك، ولسان حالهم وأفعالهم تقطر كراهية وتعصب مقيت يراد به إذاء المقابل بأي شكل من الأشكال، سواء بديانته أو مذهبه أو عرقه أو لونه أو حتى بشخصه. هذه الخطابات وفكرها الهدام إنها رصاصات حية موجهة لصدور الأبرياء لقتلهم بشكل وبآخر. لقد كانت وما زالت المؤسسات الدينية بمرجعياتها الحكيمة، ومؤسسات الدولة بكافة مسمياتها المحترمة ورجالتها والعاملين فيها وجميع المسميات المحترمة الأخرى في عراقنا الغالي هي صمام الأمان، وخطاباتها واضحة وجلية للقاسي والداني التي تدعو لنبذ التطرف والعنف وخطابات الكراهية، وتدعو للتعايش السلمي وتعزيز اللحمة الوطنية، وتأكيد على أهمية تضافر الجهود الجميع من أجل ذلك، ورعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية، وتعزيز الشراكة الوطنية والابتعاد عن الاضطهاد والممارسات ضد الحرية والأديان والمعتقدات الفكرية، وقمع الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبدا جلياً موقف المرجعيات الرشيدة في التصدي والإدانة
لصفحات الإرهاب والتطرف وأعوانهم المتطرفين وفكرهم الهدام منذ اللحظات الأولى لهذا الفكر وتطرفه بحكمة ونباهة، كل ذلك بسبب اختلافهم مع الآخرين في الفكر والعقيدة. نحن نعيش اليوم في عالم متنوع الفكر والثقافات والأديان، لكن علينا التمييز بين الصالح والطالح منها، وبعضها يأتينا بغطاءات متعددة الأشكال والألوان، محاولة الإخلال بالشرائع والأعراف والمجتمع. ومن هذه الموضوع مواضيع موضوع الجندر البعيد كل البعد عن مناهجنا وشرائعنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية التي حرمها الخالق العظيم الله جل جلاله، والذي يراد بها تفكيك القيم المجتمعية وضرب العمق الديني والأخلاقي لجميع الأديان وتهديم الأسرة وصعودا للوطن. فواجبنا جميعا بكافة مسمياتنا الدينية والثقافية والعلمية وجميع المسميات الأخرى الكريمة وفرادا ومجتمعا رفض هكذا أفكار ومواضيع بخطورتها من أجل وطننا، من أجل الحاضر والمستقبل، كما بنفس الوقت أن نحث الخطى نحو السلم والسلام والتعايش المجتمعي وأرسال رسائل واثقة الخطى لطمأنة الجميع بهذا الصدد والتعايش المجتمعي وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لهذا الأمر وغيره، وتشفيف مستنقعات الفكر المنغلق وتشخيصه والإشارة لخطرته بجميع الوسائل المتاحة والتحذير بنتائجه الوخيمة على مجتمعنا العراقي الأصيل وباقي المجتمعات الأخرى. أن التطرف وفكره المنغلق المتعصب والأفكار الأخرى التي تساق لنا تشكل تهديداً جاداً للمجتمع لسلمه وسلامه وأمنه وأمانه بسلوكياتها وأفعالها ونتائجها. وفي هذه المناسبة أيضاً نجدد إدانتنا بأشد عبارات الإدانة والاستنكار لما أقدم عليه المتطرف السويد بحرق نسخة من كتاب الله المصحف الشريف، والذي أدانته رئاسة طائفة الصابئين المندائيين في العراق والعالم بشخص رئيسها فضيلة الريش أما الشيخ ستار جبار حلو، بل ندين جميع أشكال التطرف وفكره المميت. ومن خلال ما تقدم نكرر الدعوة لنبذ خطابات الكراهية والعنف والتطرف وإدانته، ورفضنا المشاريع التي تنال من الأديان والمجتمعات وتضرب قيمها ومنظومتها التربوية والمجتمعية، والعمل المشترك مع المؤسسات الدينية ودوائر الدولة المعنية بهذا الأمر والمنظمات والمسميات الأخرى وذوي الاختصاص ومحبي السلم والسلام من أجل مكافحة التطرف وفكره الهدام، ونقل رسائل محبة ووئام وسلام بين الجميع، مع الاعتماد على الدراسات والبحوث ووضع استراتيجية لمعالجة هكذا موضوع من جميع جوانبه وفي عدة محاور الدينية والسياسية والقانونية والاجتماعية والمالية والتربوية والإعلامية وغيرها من النقاط الأخرى التي تخدم مسيرة مكافحة التطرف وتوظيفها لمعالجة وبناء مجتمعنا ووطننا الغالي خالياً من التطرف وخطاباته وأفعاله وتداعياته والمشاريع التي تضر بمصلحة الوطن وأبنائه ودياناته. وختاماً، اليوم وكل يوم أخوتكم في الإنسانية والوطن الصابئ المندائيين وباقي الأديان الأخرى يتطلعون دائماً للمساواة والعدالة، ونبذ وإدانة جميع خطابات الكراهية والتطرف والأفكار الهدامة الذين شاركوا ويشاركون أخوتهم في الوطن في السراء والضراء، مستلهمين العبر والدروس من عدالة الإمام علي وثورة الحسين عليهم السلام. بسم الحي العظيم، شكرنا وتقديرنا هذه الدعوة، شكرنا وتقديرنا لكافة الأخوة الإعلاميين والأخوات الذين يغطون هكذا أحداث وهكذا نشاطات. يعني ثقافة الجندر أعتقد هي ثقافة مصدرة لنا ويتوجب علينا قبولها. لا،
هذا الأمر مفروض جملة وتفصيلا مرفوض دينيا ومرفوض مجتمعيا، وهذا طعن بالأديان ولتفكيك، أو هذا الموضوع لتفكيك الأسرة المجتمعية وتفكيك كل القيم والمنظومة التربوية. فإذا هو مرفوض من أساسه، وإن شاء الله هذا الموضوع لا يأخذ أي حيز من عندنا. يعني الجميع مطالب كأفراد وكمجتمعات وكأديان وكمسميات كريمة وكمنظمات وكمرجعيات أن تقف بالضد من هكذا مشروع. إقامة هذه التجمعات وإقامة هذه الندوات الاستنكار هي رسائل واضحة، لأنه لكل فعل رد فعل. فالأفعال التي قامت بها بعض المواقع وبعض الجهات وصرفت كثير من المليارات من الدولارات حتى تزرع هذه الأمراض في جسد المجتمع العراقي والعربي والإسلامي، لكن إحنا اليوم ما هي ردة فعلنا؟ هل هي نكتفي بأنه نقيم ندوة استنكارية نتحدث من خلالها بالمنابر أو بالإعلام أو بالقنوات؟ لا، يجب أن نزرع الثقافة الذاتية بنفوس أبنائنا، نثقف أبنائنا لا تنجرفوا إلى ما تريد له هذه الدوائر. اليوم المؤامرة كبيرة والتحدي كبير، يفترض أن يكون مسؤولياتنا بقدر هذه التحديات أن نزرع في نفوس شبابنا وأولادنا وكل الأجيال المستقبلية الثقة، وأن نجعل منهم عقل منير حتى لا ينغرس في هذا. لأنه اليوم تعرفين حضرتك المجتمع يسوده الكثير، فيه المخدرات وفيه الشذوذ الجنسي وفيه أيضا ما يطلق عليه الجندر، هذه الأسماء الغريبة التي لأول مرة نتداولها، يجب أن نقضي عليها من خلال تثقيف ووعي من خلال قنواتكم ومن خلال المثقفين ومن خلال الشعراء وكل أطياف المجتمع العراقي. فأعتقد إقامة مثل هذه الندوات وهذه التظاهرات هي أيضا نشجب ونثقف، لأنه نحن اليوم بحاجة إلى خلق جيل متوازن متماسك لا يمكن له أن ينغرس في مثل هذه الأمور، وبالتالي نفقد كثير من قيمنا الإسلامية. أنا أعتقد هذه الثقافة لن تشاع بشكل كبير، حتى وإن أشيعت في بعض المناطق أو في بعض الأماكن أو في بعض الفئات، لكن بصورة عامة المجتمع العراقي مجتمع مثقف مجتمع ديني، هناك أكو شواذ، لكن ممكن لهؤلاء إعادتهم إلى الوضع الحقيقي من خلال توعيتهم ورش عمل، بنفس الوقت بث برامج مؤثرة. هذه البرامج تستطيع من خلال نستطيع من خلالها أن نوعي شبابنا بأنه هذا الخط الذي يسيرون فيه خاطئ، وربما ينعكس على حياتهم المستقبلية وتفكيك أسرهم، وسيكونون هم الخاسرين الأول. فأعتقد أنه بالعراق ممكن أنه نتلاحق ولو جزء يسير من 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 بث هذه الأمور، لكن أن نترك هؤلاء الذين يعبثون بالمجتمع العراقي فهذا خطأ كبير، وأعتقد الجهات مهتمة بهذا الجانب. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الآية المباركة تدل على أن الخلق الإلهية الأصلية لفطرة الإنسان أن يكون هناك رجل وأمرأة. وأما ما أتت به الثقافة الأوروبية من أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر، الغاية منها هو ماذا؟ هو الفساد والإفساد في المجتمع العراقي. وأما ما يخص كلمة الجندرة أو النمو الاجتماعي وما شابه ذلك، فهذه كلها مصطلحات ماذا؟ فيها الفساد، فيها خلاف الفطرة. وهذه أمريكا الآن وغير أمريكا أو ما يسمى بالقارة العجوز، الذي أصبحوا كهلة كثير وليس لهم من الشباب، لأنهم قد خالفوا الفطرة الإلهية، قد خالفوا ما يريده الله تبارك وتعالى من التزاوج ما بين الرجل والمرأة. وأما مسألة الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة أو أن تكون هناك أسرة متكونة من رجال أو أسرة فقط متكونة من نساء، فهذا خلاف الفطرة، ولا يمكن أن تبنى الأوطان، ولا يمكن أن يكون هناك حق وعدل إلا بالرجوع إلى الفطرة الإنسانية. فاليوم أقامت حركة النجباء، المقاومة الإسلامية لحركة النجباء، مثل هذه الندوة التي جمعت كل مكونات الشعب العراقي، يعني المسلم الشيعي السني، وعذرا لهذه المصطلحات، وكذلك المندائي وبعض القوميات الأخرى، كلهم يرفضون. لماذا؟ لأن هذه المصطلحات الجندر وغيرها خلاف للفطرة الإنسانية. فنقول لأمريكا وأتباع أمريكا وكل من يسير على نهج وثقافة أمريكا وإسرائيل، خابوا على أن يصلوا إلى الفطرة الإنسانية. والكل يعلم بأن المجتمع العراقي مجتمع إسلامي، مجتمع قبلي، مجتمع عرفي، يعني لا يمكن أن يؤثروا ولو بمقدار الملاء.
لا للنوع المنحرف والشذوذ في بلد القيم الأصلية وبلد المقدسات والأديان. أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.